السلام عليكم. هذا مطعم يقع في مدينة بسكرة، ومطعم رائع يعني للسيرفيس والنظافة يعني والاتساع، مطعم رائع. إذن لاحظوا يعني ان سيرتان ستاندينغ يعني دي نورم في قضية لو سيرفيس، وماذا بينا حنايا لهذه المطاعم اللي اصبحنا الان العائله الجزائريه اصبحت تاكل برا اكثر مما تهيئ الاكل في المنزل، وخاصه في المدن الكبرى، وخاصه كذلك العائلات اللي عندها المراه تعمل يعني عامله، فاصبحت العائلات الجزائريه تقصد المطاعم كثيرا لما فيه بعض المزايا، يعني تنقص من الغسيل تاع الماعن، وتنقص من البريباراسيون تاع الاكل، وكذلك يعني هذا التغيير تاع النمط تاع يعني الاستهلاك في كل مجتمعات العالم على كل حال يؤدي بنا الى يعني التركيز على النظافه في المطاعم، ويولي المطعم يعني المطعم الخارجي يولي محل يعني معاينة وكونترول وتركيز، لأن يعني أغلب الناس عادوا يأكلوا فيه. إذن حتى العمال يعني في لاجورني سيرتو خاصة الفطور، إذن لازم على الدولة أن تراقب مقاييس نيفو سانيتار من ناحية الأكل يكون بروبر ويكون صحي والنظافة وكذا وكذا. ان شاء الله الدولات يعني تدير يعني ترسانة من القوانين لمراقبة هذه المطاعم ولتوفير يعني افضل يعني عرض يكون افضل للعائلة الجزائرية. والسلام عليكم.